السلام عليكم. هذا فيديو جديد لمريض عنده اكزيما زي ما نشوفه قدامنا. فطبعا نشوف هالبا حالات اكزيما تو بعد الكورونا، لان الناس يغسلوا ايديهم باستمرار، فلاحظوا في جفاف بين الاصابع وفي احمرار في اليد. نشوف الاختلاف على بقيه الذراع، فنشوفها في احمرار، وايضا اليد هذه ايضا نفس الشيء، ففيه جفاف وفيه طبعا الشكل هذا بين اليدين بين الاصابع، واحمرار نفس الشيء، المنطقه كلها احمر. الحاجه الاخرى اللي نشوفها في الحاله هذه يقول لها ديرموغرافيزم. فلو انا حكيت يد المريض زي ما تشوفوا قدامنا، فلما نحكها مثلا باي شيء بالقلم او شيء تطلع حاجه حمراء زي ما تشوفوا قدامنا، هذا يقول لها ديرموغرافيزم. مش عارف بالعربي شنو يقولوا لها، بس هذه تعني ان كل الجهاز المناعه متحسس، و يعني نتيجه الاكزيما ففيه الجسم زي ما نقول مشبع بالهستامين، ف هذا يسبب عاده حكه وجفاف في الجلد ويزيد الاعراض بتاع الاكزيما. شكرا.